شوفوا احنا دا نعيش في عصر يسموه عصر الانفتاح، ما يجري في آخر الدنيا تسمع عنه فورا وأنت في غرفة نومك في البيت. الجانب الثقافي أيضا الناس منفتحين عليه، أي فكرة تطلع في أي مكان في العالم تنعكس مباشرة عليكم. شلون الموضة تأثر في هذا الزمن؟ فلان واحدة في باريس تلبس ملابس معينة أو مراكز اللي تخترع الموضة، تشوف نسواننا هم يهتمون ويروحون وراها وإلى آخره. فالعلوم والمعارف والثقافات أصبحت متداخلة. إحنا كمؤمنين بالله عز وجل عندنا مبادئ وقيم ثابتة، هاي ما تتغير بمرور الزمن. يعني هل يأتي يوم من الأيام أن الكذب كذب يصير حسن والصدق يصير قبيح أمام الناس؟ ما يمكن. هل يأتي يوم من الأيام أن السرقة ظلما وعدوانا تصير حسنة والأمانة تصير سيئة؟ لا، أكو ثوابت في الحياة. هاي الثوابت هي الثوابت الدينية، ثوابت إما أخلاقية وإما دينية. هاي الثوابت تتمسكوا فيها، هاي الثوابت لا تتحرك فيها، لأنه لازم تكون مثل السكين. الهجمات القائمة لازم عندك وعي. شكد ما تقدرون أدرسوا كتب، طالعوا حتى تدافعون عن نفسكم، تدافعون عن دينكم، تدافعون عن أعراضكم، تدافعون عن مصالحكم.